الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. راحة البال وصلاح الحال وطمأنينة النفوس من أكبر العون على الطاعة، لأن أحقاد الصدور والنزاع والخصومة تشوش الفكر وتعكر النفس، تعكر صفو العبادة فيما بين العبد وبين ربه. الإنسان مضطر في الحياة أن يتعامل مع طبائع البشر وليسوا جميعا سواء، مطالب من الله أن يتعامل معهم بالتقوى والأمانة والديانة، وهم جميعا ليسوا سواء. واحد عنده بضاعة يعطيها لتاجر، التاجر باع البضاعة أصبح عنده رأس المال والربح، يجي صاحب البضاعة يطالبه بالثمن، قال له أصبر علي شوي، والمماطلة ظلم. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. باع البضاعة بقى معاه رأس المعال ومعاه الربح، ولا يريد أن يعطي صاحب البضاعة حقه، يقول له اصبر علي شوي، يعطيك موعد ولا يأتي ولا يعتذر، عادي جدا، رغم أنها من شعب النفاق، إذا وعد أخلف. وبعدين ينسى ويقابلك ولا كأن شيء حدث، لا يعتذر ولا يتأسف، وإذا كلمته كان بيني وبينك موعد، وإيه يعني نمت، الطريق زحمة ما جاش على بال إن أنا آجي. بينما هذا من خلف الوعد. درس تعلمته في حياتي من جدي رحمه الله، شيخي ومعلمي وتاج رأسي، علمني درسا وقد لازمته 7 أعوام، والفرق بيني وبينه 70 عاما، كان قد جاوز 80 من عمره، والعبد الفقير في أولى إعدادي. كنت معه مثل العكاز، أجد شرفا أن أحمل حذاءه بيدي، ولو استطعت أن أحمله فوق رأسي لحملته. هذا حق المعلم وحق الشيخ على تلميذه. ربيع الجيزي، في شارع باسمه في الجيزة هنا، ربيع الجيزي ده تلميذ الشافعي. ربيع الجيزي كان يقول: كنت أستحي أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، من احترام العلماء واحترام الشيخ، لأن شيخه كان كده. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: كنت أقلب الورقة تقليبا خفيفا حتى لا يسمع مالك صفق الورق وأنا أقلبه، وأنا بقلب الصفحات بالراحة عشان الإمام مالك اللي هو الشيخ الشافعي لا يسمع تقليب الورق. هذا معلمي وشيخي، أدعو لمن علموني أحياء وأمواتا، علمني درس بل دروس. كان بيني وبينه موعد فتأخرت قليلا، قال لي: يا خالد، أنت حر في وقتك ولكنك لست حرا في أوقات الآخرين، أنت حر في وقتك ولكنك لست حرا في أوقات الآخرين، انتظرك، أخر كل مواعيده، مستنيك، أنت أهنته لأنك لم تحترم وقته حينما أعطيته موعد ولم تأتي. والآن الحمد لله عندنا وسائل الاعتذار كثيرة، تتصل بالهاتف، تبعت رسالة، أقل القليل تعتذر: كان بيني وبينك موعد فاعذرني. جاءك رجل عليه المسكنة والضعف والانكسار والذل، ماذا تريد؟ سلفة، عايز قرض، أنت رأفت بحاله، أعطيت القرض إلى موعد، جه الموعد يتهرب منك، وإذا رآك كأنك لا تعرفه ولا يعرفك، تتصل به لا يرد، ترسل إليه رسالة كأنه لم يقرأها، وتطالب بحقك كأنك تطلب صدقة، وتتذلل إليه كالمسكين. هل هذا هو جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
كم ترى من هذه الأحوال، فيتولد من هذا الغيظ غضب. ما هو إيه الفرق بين الغيظ وبين الغضب؟ الغيظ في القلب، والغضب على الجوارح يظهر برة. ولذلك عامة الغضب في حياة الناس بسبب فساد السلوك، بل الغضب أصل المصائب والمشاكل في حياة البشر. الحروب والصراعات والفتن أساسها الغضب، الطلاق وخراب البيت أساسه الغضب، الجنايات والحوادث أساسها الغضب. لذلك لما جه واحد يطلب نصيحة من النبي عليه السلام قال له كلمة واحدة، قال له لا تغضب. كان العباس هو اللي بيطلب النصيحة، العباس عم النبي عليه السلام، قال له لا تغضب. كرر عليه، قال له زدني، قال لا تغضب، قال له زدني، قال لا تغضب. أحد رواة الحديث يقول: فلما تفكرت في الحديث رأيت أن منبع الشرور كلها من الغضب، كل المصائب جاية من الغضب. لأن الإنسان فيه قوتين، فيه قوتين يدعوانه إلى كل شر، القوة الغضبية والقوة الشهوانية، قوة الشهوة وقوة الغضب. إن لم يكن هناك لجام لهذه القوة أهلكت صاحبها، لأن الغضب كالسبع الضاري إذا أفلت أتلف، أول ما يفلت زمامه تأتي المصائب ثم يأتي الندم. لذلك في فرق بين إشفاء الغيظ وبين كظم الغيظ. الاثنين ذكروا في القرآن الكريم، الاثنين ذكروا في القرآن، والكاظمين الغيظ أدي الأولانية، ويشفي صدور قوم مؤمنين أدي التانية. إشفاء الغيظ يختلف عن كظم الغيظ. إشفاء الغيظ انتصار للنفس، تفرح تطمئن إن الغيظ اللي كان موجود انتهى، لكن كظم الغيظ درجة أعلى. كظم الغيظ عند الله درجة أعلى. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. طب علاج الغضب، أخبرنا عليه الصلاة والسلام قال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه يعني عروقه، فإذا أحس أحدكم ذلك فليلصق بالأرض. يعني لو كان قايم يقعد، ولو اشتد الغضب شوية يغير المجلس ويروح يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، ويقول كلمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا يتطور الغضب إلى جرائم. مشكلة صغيرة، حوار بين الزوج وزوجته، أنا قلت وأنا مش هسمع، وإنت وأنا وإنت وأنا أنت طالب. بدأ الأمر بمشكلة هينة بحوار، ثم انتهى إلى خراب البيت. لماذا الخراب؟ البداية هي كانت من الغضب. كظم الغيظ درجة ومرتبة، في ثلاثة مراتب أمام الغضب، أخبرنا عنها ربنا جل وعلا في سورة آل عمران. والكاظمين الغيظ دي مرتبة في أعلى منها، أيوة. والعافين عن الناس، أن تعفو عن المسيء، دي أعلى منها. طب في أعلى من كل دول؟ نعم، والله يحب المحسنين، أي أن تحسن إلى من أساء إليك. ميمون بن بهران رحمه الله كان من كبار السابقين الصالحين، عنده جارية فطلب منها أن تأتي بالماء ليتوضأ، كان الماء ساخنا والجارية لا تدري، فلما جاءت وصبت عليه الماء من سخونة الماء غضب وظهر الغضب في وجهه. قالت: يا سيدي، والكاظمين الغيظ؟ قال: لاش بقى، انت هتعلميني وانت هتفهميني اقول ايه واعمل ايه. كانوا وقافين عند حدود الله، قال لها: كظمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس؟ قال لها: عفوت عنك. ما يمشي مع الآية بقى، لازم تكملها. قالت له: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. العود بتاع البخور كل ما يولع يعطيك الطيب والرائحة الطيبة، لا ترى منه إلا كل خير.
لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا مكارم ومحاسن الأخلاق كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.